النمر العربي فصيل من فصائل النمور، لكنه الأصغر حجماً بين جميع سلالاته، وهو أحد أبرز الحيوانات المهددة بالانقراض حول العالم، حتى أنه تم تصنيفه ضمن أعلى فئة من الحيوانات المهددة بالانقراض، مما يعني أنه مستقبلاً لن يكون للنمر العربي أي وجود على هذا الكوكب. يتركز انتشار هذا النمر في جنوب سوريا والسعودية وفلسطين والإمارات وعمان واليمن، ولم يتبقى منه اليوم سوى القليل. في اليمن تقريباً لم يعد يوجد منه سوى 200 فرد فقط، بالإضافة إلى ذلك فإن اليمن اعتمدت النمر العربية رمزاً وشعاراً وطنياً للجمهورية اليمنية لما له من أهمية. مؤخراً أقدم مواطن على قتل نمرين في مديرية لودر بمحافظة أبين، لتثير هذه الحادثة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من استنكر هذا الفعل وهناك من برر تصرف هذا المواطن. تعالوا الآن لنقرأ لكم بعض ردود الأفعال التي تحدثت عن قصة صيد هذه النمور. يقول محمد مثنى: قنص والصياد وقتل نمرين عربيين نادرين في لودر، فصيلة نوعية قديمة لا تتكرر في العالم الحزين عليهما، جرائم يجب أن يعاقب مرتكبوها. أما أنس عبد المؤمن فيقول: قنص والصياد، عفواً هذا أعتقد التغريدة السابقة، هنا أنس يقول: الجهل وقلة الوعي عدوان يغتالان الإرث البيئية لليمن عبر ممارسات لا مسؤولة من قبل بعض المواطنين الذين يعرضون الحياة الطبيعية للخطر. أما سامي غالب هو الآخر يقول: النمر العربي أيضاً ضحية من ضحايا الحرب وانهيار الدولة في اليمن. وهناك أيضاً فتح يا أبو النصر تحدث أيضاً عن صيد النمور العربية، يقول: قنص وصياد وقتل نمرين عربيين نادرين في لودر، فصيلة نوعية قديمة لا تتكرر في هذا العالم. أعتقد أن البوست الأصلي يعود إلى فتح أبو النصر، وتغريدة أو البوست الذي قبله كان لشخص آخر، ربما يكون قد نسخها من فتح أبو النصر، لكن في النهاية الفكرة هي نفسها. طبعا ليست هذه الأولى لحادثة اصطياد النمور العربية، ولن تكون الأخيرة إذا لم تكن هناك إجراءات حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة. فقبل 3 أشهر تقريبا أقدم مواطن على صيد أنثى نمر عربي في أبين، لكن مصيرها هذه المرة لله الحمد لم يكن القتل، ولو أنه تم معاملتها بطريقة شنيعة وبلا رحمة. إليكم هذا الفيديو. تعالوا الآن لنقرأ لكم أيضا بعض التغريدات والمنشورات على فيسبوك تحدثت عن هذا الموضوع. يقول نصر الهاشمي: صياد نمر عربي أصيل اليوم بمديرة لودر، يتحدث عن ذلك اليوم، يقول: بمديرة لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن وادي يري منطقة الحضن أو الحضن، النمر العربي لم ينقرض، وهذه المنطقة تعج بالنمور، ولكن ليس من السهل صيادها إلا بعمليات نوعية. أما حسن الجعشاني فيقول: تم الإمساك به، يتحدث عن هذا النمر الذي عرضناه قبل قليل، تم الإمساك به في جبال الكور بلودر، لم تعد للحياة البرية أي قيمة، هذا النمر العربي ذو الفصيلة النادرة يمكن إذا بيع أن تبلغ قيمته 90,000 دولار. صدام الحق يقول: خلاص، تم تسليم أنثى النمر العربي إلى الهيئة العامة لحماية البيئة التي نزلت إلى مديرة لودر بمحافظة أبين واجتمعت مع الأهالي الذين صادوا أنثى النمر العربي، الحمد لله تم إنقاذها من البيع. طبعا بعض الأهالي برر عملية الصيد بأنها حماية لأنفسهم وممتلكاتهم من الأغنام والأبقار من أي هجوم افتراسي لهذا النمر، وبأن هذه النمور أكلت عليهم المواشي وأضرت بالمزارعين. تعالوا لنستمع إلى وجهات نظرهم. ورحمة الله وبركاته، احنا في لودر مع النمر الذي مسكوه رجال الله إن شاء الله، طبعا هو ضرهم وأكل عليهم من الأغنام، وهم ناس يعني طيبين ومسالمين،
ولكن مش معقول يطلقوه وينضروا منه ثاني مرة. هناك تفاوض عليه بمبلغ مالي علّه يعوضهم على ما خسروا من أغنامهم ومن مواشيهم، وهذا هو اليوم. طبعا مشاهدينا، الهيئة العامة لحماية البيئة أصدرت بيانات في وقتها تدين عملية الاصطياد هادئة، ودعت الجهات الأمنية لمعاقبة المتسببين بصيد هذه النمور وإحالتهم إلى القضاء، على اعتبار أن حماية هذا الحيوان من الانقراض من أهم أولويات هذه الهيئة. في الحقيقة من أبرز أسباب صيد هذه النمور هو الطمع في بيعها بمبالغ عالية. طبعا مشاهدينا، هذا هو البيان الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل، وهذه هي صورته بمبالغ عالية. إذن مشاهدينا، من أبرز الأسباب التي تدعو الناس إلى صيادها هو الطمع في بيعها بمبالغ عالية، خاصة لدول الجوار في السعودية والإمارات. فهناك معلومات تقول إنه يجري تهريبها بطرق غير شرعية من اليمن إلى تلك الدول. هناك أيضا من يلقي باللوم على هيئة حماية البيئة في عدن بأنها بطريقة غير محسوبة ودون أن تدرك ذلك ساعدت على مضاعفة صيد النمر العربي. السبب برأي من ينتقد الهيئة هو قيامها بدفع أموال مقابل تسلمها أنثى النمر العربي الذي تم صياده قبل 3 أشهر وعرضناه قبل قليل. خطوة الهيئة هذه دفعت الأهالي للبحث عن هذه النمور بغرض صيدها وبيعها لاحقا، بعد أن تحولت إلى سوق لجلب المال حتى وإن كان صيد هذه النمور معقدا للغاية. ناشطون انتقدوا إعارة هيئة حماية البيئة للنمر العربي الذي تم الإمساك به، أعارته إلى السعودية لكنها لم تنشر أي بيان رسمي بهذا الخصوص، وتساءلوا عن الأسباب. أضيف لكم معلومة أخرى، أنه خلال 3 الأشهر الأخيرة تم رصد جرائم صيد ست جرائم صيد غير قانونية، منها 5 جرائم لنمور، 2 منها إناث و3 ذكور، ونتج عنها مقتل 4 من هذه النمور وغالبيتها في محافظة أبين. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير وبعد نعود، ابقوا معنا.